أهلا بكم. بدأت خيوط لغز العطور على جثة كرسي الطاكسيات تحمل آثار طعنات وسط حقول قصر البرج قرب قلميمة، تتضح يوما بعد يوم، حيث ألقت عناصر الدرك الملكي القبض على 5 مشتبه فيهم في قتل الرجل الأربعيني، بينهم 3 نساء. وتحقق النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية مع 5 أشخاص يشتبه في ارتكابهم للجريمة، تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة، ضمنهم 3 نساء. ويتعلق الأمر بحسب معطيات صحفية بوالدة طليقة الهالك وشقيقته، وتشير المعطيات ذاتها إلى أن تصفية حسابات بين الهالك وعائلة طليقته التي توجد خارج المغرب وبالضبط بالديار الإسبانية قد يكون سببا في هذه الجريمة التي اهتز لها قصر البرج بجامعة تيرغوست، خصوصا وأن الضحية يملك حضانة ابنته. وفي هذا السياق رجحت مصادر متفرقة أن تكون طليقة الهالك هي من دبرت جريمة قتله رفقة والدتها، والتي حرضت شابين بالمنطقة لتصفية طليق ابنتها، وذلك بعلم شقيقتيها المتابعتين أيضا في هذه الجريمة، فيما صدرت مذكرة بحث في حق المطلقة المتواجدة بإسبانيا. وكان أن الهالك قد أطلق شهر يوليوز 2021 نداء على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن ابنته فباء والبالغة من العمر 13 سنة، وهو ما اعتبرته مصادر صحفية معطى آخر قد يساعد المحققين في البحث عن دوافع ارتكاب الجريمة. وفي سياق متصل قال ابن السيدة المعتقلة إنه بعدما تبين أن والدته متورطة رفقة شخصين آخرين في مقتل لام باء، أكدت شقيقتيه لرجال الدرك الملكي أن الهالك كان يهددهن بتصفيتهن، حيث يتهمن بأنهن وراء اختفاء ابنته، مطالبا ضحايا سلوكه الإجرامي وفق تعبيره بوضع شكاياتهم ضد أمام المصالح المختصة. وأضاف في تدوينة على حسابه بالفيسبوك أن والدته إنما كانت تدافع عن نفسها وأولادها، فقامت بقطع رأس الأفعى قبل أن تلتهمها، كما التهمت سابقيها حسب تعبيره، مشيرا بالقول: نحيط الجميع علما أن هذا الشخص ذو سوابق إجرامية خطيرة يعلمها القاسي والداني، من زهق الأرواح وترويج الخمور ومحاولات القتل العمد والتهديد وغيرها. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.